هتشوفوا الخبز يجي رائع، وقطني وسهل في التحضير ويستاهل التجربة. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن حال. اليوم نديرو الخبز رمضان، وهو خبز تركي. المكونات ديالو جد 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 بسيطة، موجودة في أي بيت، وكما تشوفوا يجي فخفخ قطني ولذيذ، المهم لذيذ. خليكم معايا باش تعرفوا على جميع المقادير وطريقة التحضير. وعلى بركة الله، في الأول نزيدو نصف كاس ديال الماء الفاتر، نزيدو الخميرة الثورية ملعقة كبيرة ديال السكر باش يكون تفاعل. نحركو شوية، نرجعو ليها بعد قليل. هنا بعد مرور أكثر من 5 دقائق باش نكونو مأكدين، دارت لي هاد البقعات هادو. نزيدو الحليب، والزيت، نخليه شوية باش ندهنو العجين من بعد إن شاء الله، ونحركو. نزيدو الدقيق تدريجيا. هذا الخبز هذا يجي رائع، اكثر من رائع. وهذه العجينه هذه القطنيه ممكن نستعملوها بزاف ديال الفطائر اللي بغينا، لكم الاختيار بالطبع. نزيدو الطحين تدريجيا ان شاء الله. نخلطو هاد العجين، ما طلبش العجين بزاف، يعني ما طلبش تكون نعجنو بزاف، يعني من نشوفو نلاحظو العجينة بدات تكون عندنا، صافي نعجنوها نكملوها باليد طبعا، ونخليوها ترتاح. من بعد نخليوها ترتاح تقريبا 30 دقيقة. نكملو الدقيق اللي عندنا، تنكونو هنا راه باقي ما زدناش الحليب، كاس الحليب الثاني. ماشي حقاش كل دقيق ودقيق، يعني شحال يطلب، واش كاين دقيق اللي يتشرب دغيا للسوائل، كاين دقيق اللي يحتاج للسوائل بزاف. اوكي، يعني دخلنا 3 ديال الكؤوب ديال الدقيق مع كأس حليب وكأس نصف كأس ديال الماء الفاتر ونفس
كاس ديال الزيت، يعني ما كملناش الحليب، الكاس الحليب الثاني يعني احسن. صافي نحاولوا نجيبوا الطبق الثاني. نحاولوا نغطيوها. ونخليوها نرجعوا ليها نرجعوا لها بعد نصف ساعة، نغطيوها ونخليوها ترتاح. هنايا بعد ما خمرت ان شاء الله هنحاولوا نفرقوها على نصفين. جوج خرجتنا جوج خبيزات، ندهنو ورق العمل حاولوا نبسطوها. هي ما خاصهاش تكون رقيقه، لان يعني الخبز رمضان خاصو يكون غليظ شويه. نحاولوا نعملوا اشكال بالاصبع ديالنا. كما بهالطريقه هذه انا بعد ما اختمرت 15 دقيقة عاودنا نشوفو نعاودو العملية ديال هاد الطريقة هادي. من بعد فوالا نخلطو هاد صفاد البيض. ندير انا شويه ديال الحليب بعد ما دهنا خليط البيض صفار البيض مع الحليب، نزيدو هاد الحبه هاد السيسام الاسود جنجلان الاسود مع جنجلان، نديروها في الوسط. انا مخلطاهم بجوج يعطي واحد النكهه
رائع هاد الخبيزات ديالنا، ويجيو زوينين في رمضان. هما اصلا اسمهم خبز رمضان. والفرن يكون مسخنينه من قبل على درجة 200 درجة، ونحطوه تقريبا لتحت ونشعلوه من التحت، نخليه يسخن ويطيب على خاطر خاطره. هو ما ياخدش وقت كتير باش هاد الخبز هذا ياخد اللون ديالو ويطيب. نتقيه بعد في المرحلة الأخيرة بعد قليل. وهنايا بعد ما خرجناه من الفران كما تشوفوا المنظر جاء، يعني الخبز ديالنا رائع مفشفش. قوتني المنظر العين يعني تاكل قبل المعدة. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله. ما تنسونيش باللايك والتعليق. مع السلامة.